السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب، سخر الرياح بقدرته فمنها الساكن ومنها الهبوب، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجناب المرهوب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو المقام الموهوب، فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فهو في النار مكبوب. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى وكلما أطاعه عبد أو عصى، ونور بصلاتنا عليه بصائرنا والقلوب. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، من الجدير بالذكر إننا أبناء هذه الأمة الإسلامية لقد من الله علينا بأفصح لسان وأبلغ بيان وأفضل لغة، لغة القرآن الكريم، اللغة العربية. إنها المنهل الدفوق للعلاء والتمكين والبيان والتبيين للنور والحق المبين. إنها أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلذلك اختارها الله سبحانه لتكون لغة الوحي ولغة القرآن، حيث قال جل شأنه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أيها الحاضرون، أكرمكم الله بجنته، فلا عجب إذا كان علماؤنا يرون بوجوب تعلم هذه اللغة الشريفة، لأن فهم الكتاب والسنة فرض واجب، وهما مكتوبان باللغة العربية، وما لا يفهم إلا بفهم اللغة العربية ففهمها فرض واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد عبر الشاطبي رحمه الله تعالى عن هذا المعنى بقوله: إن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم. ألا يا إخوان، فتعلموا لغة العربية بقواعدها وأحكامها وألفاظها، حتى تفقهوا كلام ربكم الذي نزل بالعربية الفصيحة، وتفقهوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فتعملوا بهما. فرحم الله سلفنا الصالح الذين يعنون بالعربية ويعاقبون صبيانهم على اللحن ويثيبونهم على الفصاحة والبيان. ولذلك كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: تعلموا العربية فإنها من الدين. وقال أيضا: فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. ولكن يا إخوان، مما يدمي القلوب ويزيد جراحها أن لغتنا العربية اليوم، وفي عصر أنماط العولمة وثورة التقنات وانفجار المعلومات وفضاء القنوات والشبكات، رباعها مجفوة وقصاعها مكفوة ورقاعها غير ملتامة ولا مرفوة، بل لقد أصبحت اللغة العربية لدى كثير من المسلمين اليوم في خفوت، ورياؤها الشذية العبقة في هفوت، فدروسها مهملة وقصاعها
قيمتها منتهكة وأهميتها منسية ومكانتها محتقرة، مع أنها يا إخوان كانت في شواهد التاريخ ترجمانا صادقا لكثير من الحضارات المتعاقبة، وكانت سببا لتقارب الأمم التي دخلت في دين الله أفواجا فتمازجت أذواقهم وتوحدت مشاربهم وأعلى الدين شأوها ورفع شأنها. ولذلك يجب أن نحافظ على هذه اللغة الشريفة ونتمسك بها ونحرص على تعلمها ونهتم بتعليمها على أجيالنا ليفخروا بها ويتقنوها ويعيدوها إلى مكانتها العظمى ودرجتها الأسمى. فالزموا لغة دينكم تسعدوا في الدارين وتفوزوا بخير الجزاء في الدنيا ودار الخلد والبقاء. فلله در القائل: فما أهوى سوى لغة سقطها قريش من براعتها شهادا، وطوقها الله كتاب الله مجدا وزاد سنا بلاغتها اتقادا. اللهم احفظ لغتنا من كل مكروه، وحي أهلها ودويها، وأبقهم لها دخرا يصونون عرضها ويحفظون أرضها ويستردون قرضها ويجمعون شتاتها، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.